السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب تي في. أتمنى أن تكونوا بصحة طيبة. اليوم بدنا نستعرض مع بعض جهاز جديد، ألا وهو جهاز مي نوت 10. هذا الجهاز الوحش من وحوش أجهزة شاومي، مكوناته، مميزاته، عيوبه، كل حاجة عن الجهاز انتظرونا الآن بدنا نشوفه مع بعض. طبعا جهاز هيو نوت 10، صحيح جهاز يعني وحش. خماس الكاميرات طبعا. خلينا نفتح، نشيل عنه اللزق. نضغط جهاز. جهاز ظهر قزاز، شاشة من يعني أنواع الفخمة. الجهاز بيجي طبعا الألوان، بيجي منه الأبيض وبيجي منه الأسود وبيجي منه أبيض وأسود وأخضر. خلينا نحوله اللغة العربية. تمام، نفتحه نستعرض المحتويات. طبعا الجهاز بيجي داخل العلبة اللي هو الدبوس الشريحة، بيجي معنا بيت كتالوجاته، سيليكون، بيت سيليكون شفاف، شاحن سريع 3 امبير 30 واط، وصلة USB، وصلة USB تايب سي. طبعا الشاومي بيجي بدون سماعة. الجهاز التالي بدنا نعمل عملية دخول على قوائم وتطبيقات الجهاز. طبعا بتيجي بصمة الجهاز في الوسط، رغم انه يعني البصمة لما تكون بالخلف افضل، بس يعني بصمته بصمة ممتازة تستجيب بسرعة. تم، هيك عملنا بصمة للجهاز، اكتمل التثبيت. خلينا نحكي عن مواصفات الجهاز والشكل الخارجي. الشكل الخارجي ظهر قزاز، شاشة قزاز، الإطار بلاستيك، الشحن تايب سي، سماعة 3.5 ملم. طبعا هذه اللي هو الميكروفون الجهاز، من هنا سماعة إجهاز الميكروفون مايك. هون في نوتش، النوتش هيظهر عند الكاميرا الأمامية. خماس الكاميرات فلاش دبل، يعني جهاز كشكل رائع جدا، راقي جدا جهاز، يعني تحس انه يعني بالإدج اللي جاي في الطرفين انه جهاز فخم. نيجي نستعرض الكاميرات. عندنا في خماسي الكاميرات، الكاميرات الموجودة عندنا 5 كاميرات. الكاميرا الأولى 108 ميجا بكسل، يعني كاميرا فظيعة جدا، يعني أول مرة يجي جهاز بمواصفات خرافية بكاميرا خرافية زي هيك اللي هو 108 ميجا بكسل. 108 ميجا بكسل بزاوية واسعة عدسة 1.7. الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل مع دعم التركيز التلقائي المزدوج مع زوم تكبير بصر 2X. الكاميرا الثالثة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2. طبعا الكاميرا اللي هو الرابعة 20 ميجا بكسل بزاوية واسعة اللي هي 2.2. الكاميرا الخامسة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4. هذه 5 كاميرات الموجودة في الجهاز. نيجي هالجيت نشوف الكاميرا الأمامية.
الكاميرا الأمامية هيها 32 ميجا بكسل، تصوير بتصور فيديو 1080 30 فريم HDR. الجهاز طبعا حكينا انه الوانه ابيض، هذا اللون الابيض والاسود بيجي، واللون الثالث الاخضر. المعالج 8 نواة سناب دراجون 730. الرام 6 جيجا بايت، الذاكرة الداخلية للجهاز 128 جيجا. الجهاز بيجي منه 128 جيجا وبيجي منه 256 جيجا، بيجي منه 6 رام و8 رام. الشاشة بتيجي 6.47 انش. الكاميرا حكينا عن كاميرات، خمس كاميرات وكاميرا امامية. نظام التشغيل اندرويد 9، البطارية 5260 ملي امبير، يعني الجهاز تحمل طاقة شغل، يعني بيحرط في الشغل. ليش؟ لانه بطاريته كبيرة وبتقعد مدة اطول. بصمة الجهاز نجرب نشوف كيف البصمة. اها صحيح، البصمة سريعة جدا. بس في حاجة حبيت أحكي، هي بصمة الوجه شوية يعني مش سريعة زي بصمة الإصبع. طبعا لو لاحظنا الزر الباور مع الفوليوم بتحس إنه يعني ها فخم، يعني مش بلاستيك يعني أي كلام، لا فخم. تحس الضغط يعني حاجة رخمة هيك راكزة، اللي هو الفوليوم مع الباور. بشكل عام الجهاز كشكل حلو، كاميراته رائعة جدا، ونشوف كاميراته كيف. البصمة ممتازة، الشاشة من أنواع الشاشات الممتازة. هنشوف السم جهاز. الجهاز بيستوعب شريحتين نانو، لكن العيب إنه ما بيأخذ ذاكرة خارجية. اللي بده يشتري الجهاز بده يشتري على إنه جهاز بس يستخدم الذاكرة الداخلية اللي على 128، فممكن تحط انت شريحة او شريحتين ما بياخذ ذاكرة خارجية. اي سم تمام. طبعا نوع الشاشة غوريلا جلاس 5. الشبكة تاخذ جيل تاني وتالت ورابع. كاميرا طبعا رائعة جدا، صورنا فيها. ايه، وفي عنا هنا كاميرا اللي هي الشوت، الكاميرا السيلفي، البورتري، العزل الخلفي. هيو الكاميرا، هي الكاميرا السيلفي مع العزل. اللي هنا ان هي كاميرا 108، طبعا ريزوليوشن عالي جدا، فيش فيها تقطيع. هاي 108. في عنا ممكن نعمل فلوج، هاي فلوج ممكن تعمل في نفس الجهاز فلوج. شوف مع بعض. اي فلوج ممكن تعمل فلوج بنفس الجهاز. كيف ممكن نعمل فلوج؟ الحين نورجيك كيف ممكن نعمل فلوج في الجهاز. هاي نمسك الجهاز هيك، نروح على الكاميرا، في عنا هنا فيديو، عارف الفي هيو، تعمل فلوج، بقول لك تصوير فلوج. في عندك اكثر من خيار، ممكن ناخذ الخيار هذا مثلا اي فلوج. نيجي مثلا نصور الامور هذه مثلا، ها شايفين هيك، ايوان هيعطانا صوره، كمان صوره، كمان صوره، وكمان زاويه اخرى، وكمان زاوية، أكتر من زاوية. وبعدين بتعمل دمج إلهن كلهن وبتعمل حفظ. الحين نتفرج عليه نشوف مع بعض.
بتمنى انه الفيديو يكون عجبكم. اذا اعجبك الفيديو اضغط لايك، واذا ما اعجبك اضغط ديسلايك. الى اللقاء في فيديو اخر ومراجعة اخرى لجهاز اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.